അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അടിപൊളി ലാമി താത്താന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പോവാണ്. ببالي وحل سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أبام فتعملت جلست أفكر فيما يفكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تفكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبحاسمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا أعمارنا أعمالنا وبحاسمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أسنوى بالإسرار الملتحبين لن نقضي وقتي باللوم وبالآتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تفكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبحاسمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا أعمارنا أعمالنا وبحاسمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا ما أجمل أن تحيا عمرا وعال وثمين بأتايك تسمو أيامك تزدان سنين